قال يا دكتور خالد لو كلت بطيخ في يوم وخيار في يوم ومانجا في يوم بعد شهر الواحد يبقى غزال، ايه رايك في الكيميائي ده؟ اولا الاكل اللي احنا بناكله داخل المعده بيختلط مع بعضه، فما في حاجه اسمها اكل اليوم كذا واليوم كذا، لان هو لو كل فاكهه بس او كل خضروات بس صح هو هينزل في الوزن، لكن نتيجه نزوله في الوزن ده هيصاب بامراض كتيره جدا. اولا ده الاكل هذا يعني الكيميائي ده له مخاطر صحيه دكتور خالد؟ ها، هذا الرجيم الكيميائي له مخاطر صحيه؟ اولا غير مبني على اي اساس علمي، لانه كله بيختلط مع بعضه في داخل المعده، وبعد كده بعد عمليه الهضم داخل المعده بينزل في الامعاء الدقيقه ويبدا يمتص. اما حمية فصائل الدم او بصمه الدم او نوع معين من الخضروات او الفاكهه، ده ليس له اي اساس علمي ويمثل خطوره على صحه وحياه الانسان. من منطلق ان انا المفروض انزل ما بين نص كيلو الى كيلو في الاسبوع، اكتر من كده بيؤدي الى اولا ممكن يكون انيميا لان مش هاخد كفايتي من الحديد، ممكن يؤدي الى هشاشه العظام لان مش هاخد كفايتي من الكالسيوم، ممكن يؤدي الى حصوات في المراره لان النزول المفاجئ ده بيؤدي الى ان الكوليسترول اللي موجود في المراره بيتركز وبالتالي يتجمع ويؤدي الى حصوات. دكتور ده احنا بندفع فلوس، بندفع دم قلبنا عشان خاطر يعملوا يودونا في داهيه كده، امال وزاره الصحه ما بتحضرش ليه على دكتور خالد؟ اي اساس علمي وتمثل مشكله على صحه وحياه الانسان. طيب ما هو المفروض يا دكتور خالد النظام الصحي المتوازن دكتور يتمثل في التنوع في الاكل والاعتدال والتوازن واكسد بكلمه ان كانت هذه الانظمه الغذائيه مضره بهذه الطريقه لماذا تسمح بها وزاره الصحه؟ وزاره الصحه عمرها ما سمحت باي نوع من الاكل، هي ده اكل موجود في الاسواق وطرق من طرق الاكل اللي موجوده في الاسواق. هناك ممارسون مرخصون يا دكتور خالد، اسمح لي يا دكتور، هناك ممارسون مرخصون من وزارات الصحه يصفون هذه الانظمه الغذائيه، يا اما الوزارات مش عارفه يا اما الوزارات ساكته بمزاجها، انا مش عارف بقى. يعني ممكن يكون الوزارات وراها مسؤوليات أكتر من كده واهتمامات أكتر من كده، لكن ده يمثل خطورة على صحة وحياة الإنسان. خليني بس أقول بالنسبة لحكاية إن هو مثلا يأكل خضروات بس، هو هينزل في الوزن صحيح. يعني مرة سووا دراسة في أمريكا على السيدات البالغات اللي هو من سن 15 لسن حوالي 45، وجدوا إن هم بيأكلوا ثلاث أرطار، دول يعادلوا حوالي كيلو وتلت. هذا الكيلو وتلت ممكن يكون آلاف من السعرات الحرارية وممكن يكون مئات، إذا هو مقليات ومشويات ومعجنات بنتكلم على آلاف من السعرات الحرارية. صحيح. إذا هو خضروات وفاكهة ده يمثل مئات من السعرات الحرارية. فمو هو بكمية الأكل بقدر ما نوعية الأكل، لكن لو أنا اعتمدت على خضروات بس في الرجيم الغذائي ده لا يحتوي على كمية كافية من البروتينات ولا يحتوي على كمية كافية من الدهون، وممكن ما يكون فيه كل الفيتامينات والمعادن، فبالتالي بيعمل لي أمراض قد تمثل خطورتها أكتر من خطورة السمنة نفسها. النظام الغذائي الصحيح إن أنا أتوازن في الأكل وأخد كمية السعرات التي تتماشى مع احتياجات الشخصية بناء على العمر والجنس والحالة الفسيولوجية ومدى النشاط الحركي. وأقصد بكلمة الحالة الفسيولوجية بالنسبة للشخص اللي هو بالنسبه للسيدات الحوامل، المرضعات، مرحله النمو، دي كلها اقول عليها مراحل النمو. دكتور خالد، فبالتالي الغلابه اللي زي حالاتي كده اللي ما بيفهموش في العلم العويص ده لازم يروحوا لاخصائي زي سعادتك ولا ايه؟ لا مو شرط، هو لازم يحطوا ببالهم ان ما في اسمها حميه غذائيه، في اسمه نمط غذائي، لان انا واتبعت الحميه الغذائيه لمده شهرين، سنه، سنتين، طب بقيت عمري اعمل ايه؟ هو المفروض يمشي في النمط الصحي اللي هو يبدا بصحن سلطه كبير، المعده خلينا نقول قد كده، لو انا اخد صحن سلطه كبير انا مليتها مش فاضل الا حته صغيره قد كده، هذه الحته الصغيره لو انا اكلت بيتزا انا باكل بيتزا مش بيتزا، لو انا اكلت لحمه انا باكل لحمه مش لحمه، وهكذا اي كميه من الاشياء اللي يكون فيها سعرات حراريه كتيره باخد منها كميه قليله، لكن الخضروات الممثله في السلطه وتكون باي خاليه من الزيوت، اي نوع من الزيوت، واخص بالذات زيت الزيتون، لان زيت الزيتون
السعرات الحرارية اللي موجودة فيه هي نفسها نفس السعرات اللي موجودة في السمنة البلدي. يا دكتور خالد زيت الزيتون ده بيسوق على انه هو المرهم السحري، اشربه شرب يعني وانت صحتك تبقى كويسة. انت حضرتك بتقول ان هو لا يقل عن الزبدة والسمنة. السعرات الحرارية زيت الزيتون هو نفسه زي الزيوت والشحوم والقشطة والزبدة. لكن صحيح زيت الزيتون ما في كوليسترول، صحيح ممكن يخفض الكوليسترول، كله كوليسترول. الكوليسترول في حد ذاته ما في سعرات حرارية، هو زيرو سعرات حرارية. فهنا أنا صح ممكن أعالج القلب، بس اللي جايين على اساس ان هو عنده زياده في الوزن فيقلل من السعرات الحراريه ومنها زيت الزيتون. طيب دكتور منير، هناك ايضا كتب تاتينا من الولايات المتحده الامريكيه وتكون من بين الكتب الاكثر مبيعا. يقول لك مثلا ايه في واحد من هذه الكتب، وانا قريت منه 30 40 صفحه ورميته الحقيقه، دفعت فيه 50 درهم والله، يقول لك امشي نص ساعه في اليوم واعمل اللي انت عايزه. ان شاء الله تاكل بيتزا هات كلها. لا. ما دام بتمشي نص ساعه في اليوم لا. ايه بقى؟ لا طبعا كل الكلام احنا طبعا انت هتسمع كلام كتير وزي ما انت قلت عادات اللي هي التغذيه كتير، احنا في الاخر اطباء بنمشي مع نظام طبي، ونرجع بدل الكتاب الامريكي اللي هو 58 درهم احنا نرجع للقران بتاعنا ونرجع الى سنه رسول الله عليه الصلاه والسلام. عليه الصلاه والسلام. كله واشربه ولا تسمح، يعني دي في حد ذاتها علاج لكثير من الامراض. الرسول عليه الصلاه والسلام علموا اولادكم السباحه، الرمايه والسباحه وركوب الخيل. أيوة. ادى اللايف ستايل كله. نيجي للحديث النبوي اللي حضرتك قلته. انا اظن انه عمر بن الخطاب رضي الله عنه اللي قال كده، لكن في كل الاحوال هذا ماثور ثابت يعني. دي لايف ستايل يعني لايف ستايل. احنا بقى في الطب الحديث، احنا في الطب الحديث بنقول الرياضه نص ساعه يوميا لمده 3 ايام في الاسبوع، من 3 ل 5، نص ساعة يوميا زي ما قال الدكتور خالد. السعرات الحرارية أتحكم فيها، أنا ممكن أخد ربع فرخة ب 400 سعر حراري وممكن أخده ب 100 سعر حراري. أشيل الجلد، أشيل الدهن، بدل ما أنا أقليه في الزيت أخليه مشوي. ممكن أخد كاس لبن فل اللي هو كامل الدسم، ممكن يبقى قيمته 200 سعر حراري، ممكن اخده قليل الدسم ممكن يبقى قيمته 50 سعر حراري. واقعد احسب كده يا دكتور لانها مساله حياه وموت، ما احنا واحسب لاولادي لانها مساله حياه وموت. بالظبط. واحنا برضو نبدا نهتم بأكلنا، لأن السمنة النهاردة ما عادتش أمراض. النهاردة مثلا كان في مرض اسمه سرطان الكبد. كان بيجي من الأمراض الفيروسية وبعد كده بتحول إلى سرطان. النهاردة الدهون اللي إحنا بناكلها ممكن تروح على الكبد وتعمل تشمع في الكبد. وهذا التشمع الكبد النهاردة هو السبب الأول للسرطان في الدول الأوروبية. فإحنا النهاردة لازم نعرف أن السمنة مش عملية سكري وكوليسترول لا، النهاردة السمنة زي ما قال الدكتور خالد بتسبب سرطان، زي ما قال زي ما انا بقول لك دلوقتي سرطان الكبد. النهارده انا لما بخفف وزني انا النهارده في الطب الحديث قبل ما بندي اي واحد علاج، حتى لما قبل ما بندي له علاج للسكري للكوليسترول للسمنه لاي حاجه، بنقول 6 شهور لايف ستايل. أيوة. لايف ستايل ايه؟ ان انا امشي. لكن انت ممكن تقول له روح الجراح، لان انت لازم يتعمل لك اجراء جراحي. انا احنا دايما البطنه والجراحه دايما في تنافس بينهم. احنا كباطنيين لازم نفضل ورا المريض لحد اخر لحظه. طيب. لكن الجراحه بس في حالات الامرجنسي. طيب. لو انا شايف حياته مهددة تهديدا ماثلا. وبالمناسبه عشان انا ما كملتش موضوع العمليات الجراحيه. العمليات الجراحيه لسه منشاها بقاله يعني عده سنوات. احنا ما بنقدرش نحكم على اي حاجه الا بعد 10 15 سنه. صحيح. لانه النهارده صحيح هي عمليه سحريه. واحد كان وزنه 135 كيلو بقى وزنه 70 كيلو وبقى غزال. لكن احنا ما نعرفش ايه المضاعفات اللي هيمر بيها الشخص. نمط حياه. بالزبط. نمط حياه. باشمهندس، لانه لم يتبقى وقت، هذا الذي يعيش في الامارات وفي دبي تحديدا يكتشف مفارقه ايضا، انه الحكام الشيوخ في غايه الرشاقه يا اخي، وكأن هناك نظام غذائي للشيوخ، نمط حياة للشيوخ. ليه؟ إيه هو؟ لأن دائما هم يمارسون الرياضة. تشوف دائما حركين، دائما متابعين فرسان. فدائما الفارس
ما 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 صحيح. لازم يكون رشيق ولازم يكون يحافظ على أكله. فدائما ليش ما يكونون قدوتنا؟ نحن لازم نتمثل برشاقتهم ونحافظ على أنفسنا ونخلي بالفعل يعني وزننا وزن ذهب. ففي هالحالة هذا يجب أن الحمية تكون مناسبة وجرعاتها تكون بأصول، وفي نفس الوقت لازم يكون في حركة، أن الإنسان دائما يبادر، ما يعتمد على الخدامة في البيت، ما يعتمد على أن السيارة توصل عند الباب المركز، يكون في نوع من الحركة في 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 حياة اليومية، والدرج يصعد أو نشترك في الجيم وندفع اشتراك سنوي دم قلبنا بشمهندس وما نروحش، عارف ما نروحش خالص. أنا عندي سؤال أخير للدكتور خالد في جدة والوقت انتهى وزمايلي هيقفلوا علينا. دكتور خالد فأرجوك باختصار شديد، نصف ساعة من المشي يوميا لا تكفي في تصورك ولا إيه؟ ده صحيح. نص ساعة للإنسان الصحي العادي اللي عاوز يحسن من صحته، لكن اللي عاوز يحافظ على وزنه ده ساعة إلا ربع يوميا لمدة 3 أيام على الأقل أسبوعيا. واللي عاوز يخفض الوزن ساعة على الأقل النشاط الحركي الهوائي، اللي هو يقدر يسوي النشاط الحركي ويقدر يتنفس ويقدر يتكلم، مثلا هرولة خفيفة، سباحة خفيفة، هذه أهم حاجة بالنسبة للرياضة. يا دكتور أنا شاكر جدا لتشريفك لنا. سعادة الدكتور خالد علي المدني، استشاري التغذية العلاجية ونائب رئيس الجمعية السعودية للغذاء والتغذية، الذي شرفنا من جدة. كذا أشكر سعادة المهندس محمد النوري، مدير إدارة التسويق المؤسسي والعلاقات في بلدية دبي، وأشكر كذلك سعادة الدكتور منير حمد، أخصائي الأمراض الباطنية وصحة المجتمع. لم يتبقى من وقت مشاهدي الكرام إلا لكي أنصحكم بالتشبث بنمط حياة صحي، فالمسألة مسألة حياة أو موت، حياة إن شاء الله، حياة.